الإنسان اللي متعرفش على نفسه من جوه، اللي نفسه بالنسبة له لسه آخر، عمره ما يعرف يبدأ فكرة التعارف مع الآخر. وعند أول اختلاف في وجهة النظر أو الرأي ما بيتحلش بالكلام بسهولة، محتاج قعدة وروقان وكده، ممكن هو يلجأ إلى العنف. عايز جابر الفنان. أنا يا ليك يا فيزا، لو تعرف تطلع الباسبور من الجوازات عادي أوفر لك. فين هاني؟ هو بيمر بظروف مش كويسة. أنت طالق! تقدر تشيل مكان أستاذ هاني؟ ما أقدرش أعمل أي حاجة من غير إذن أستاذ هاني. إنقاذاً للموقف، علي هيسوق مكانك النهاردة. وشهادة الآفة دي ما ينفعش حد يحلها لي حتى لو مكلفة شوية. لا، ما حدش يعرف يحلها لك، أنا دفعت لأبوش. خطيبي ومن حقه يغير عليا. طول الوقت؟ أحسن ما يكون خاين. قلت لحد؟ عايز تقول للناس كلها. مش عايز تقول انت حر، دي حاجة متخصنيش. بس الفكر الفردي الأناني بيدمر في الإنسانية من أولها إلى آخرها، وهي دي المفارقة. إن احنا لو مجازا سميناه زي ما أنا سميته الإنسان أكبر، هو خلى الإنسان أصغر، لأن ربنا خلق الكون على النحو الحقيقي. الله أكبر.